السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. معكم نشكم مقطع جديد تبع القناة. اليوم راح يكون عن راح نشتري حيوانات جديدة. ويا جماعة راح اقلكم على حيوانات تانية ما بتعرفوا فيها، فيكم تشتروها بالبيضة. اوكي، هلا بقلكم كيف. اوكي، لكن قبل ما نبدأ بسألكم، اذا ما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا وتحطوا لايك طبعا. اوكي، اول شيء عندنا هون هدول حيوانات، ياي راح اشتريها. اوكي، او ماي جاد. اوكي، طبعا الشيء الغريب انتم ملاحظين انه حاطين هيك كانه ايتم، انه غرض. اوكي، بمعنى اصح انه هو غرض، لكن هو حيوان فلازم يطلع لنا اياه هيك مثل هو المفضل يكون طلع لنا مثل مثلا ما بتطلع لنا وقت نفتح من البيضة. لكن هذا هو اول حيوان، بلاك يونيكورن. او ماي جاد، شوف كيف بيطلع من ورا الشرارة. و تويك، هابي بي تويك. اوكي، كتير كتير حلو. اوكي، وهون لسه في الحيوان الثاني اللي هو الحيوان هذا جرومد دوغ. اوكي، خلينا نشوف بيطلع شيء من وراه. او ماي جاد، كتير حلو. هذا كلوب هيك صغير. او ماي جاد، كتير حلو. اوكي، فلسه هون هدون لا هدون بدهم مليار الف سنة اذا بدي اشرح عن كل مع بعض. اوكي، فهلا بدي اقلكم عن الشغلة. المقطع الفيديو هو على اساسه طبعا هاي يشيلونا منها، هاي ما دخلنا فيها. اوكي سوري، كان في بحة. اوكي، طبعا مثل ما شايفين حصلت على الحيوانات الجديدة وهني هون بالسبيشال، تمام. لكن في بالليجندري حيوان جديد، اوكي، مثل حيوان الهداك الهالوين بس ما على جوانح. وبر الابيك في كمان هون حيوان جديد مثل ما شايفين، هاد اللي بحبه دريد بوي، هاد ما بعرف شو اسمه. وهون ما في حيوان، ما في في لا لا. فانتو هلا اشتروا هاي البيضة هيك بهالطريقة مثل ما شايفين، اشتروها لهي البيضة، هي احسن بيضة بالندارة. انا بدي افتحها بجواهر واحدة بس، يا رب يطلع لي شي حيوان جديد، طلع لي قديم. اوكي، بس انت المهم اشتروا وخلوا يطلع لكم هداك، فيعني انتو وحظكم مثل اليونيكورن مثلا. اوكي، مثل اليونيكورن هدول نادرين وهدول هيك نادرين، في واحد مدارة الفيل. اوكي، وهيك، فممكن يعني يطلع لكم ممكن لا. فهدون هن، وفاح ما بعرف، خلي شوف هون اذا في شيء جديد. وقفت الفيديو وروحت البحة مضبوط. اوكي، طبعا هون ما في شيء، لا نا. اوكي، خلي اتوقف، خلي تصوروا معي. اوكي، فطبعا تابعوني باللعبة هون على تطبيق بي كي اكس دي، ها تبع الصور. اوكي، هاد هون تابعون عليه، اسمي ريانو جيمر والهاشتاج 000. وطبعا يا جماعة كمان شو اوكي كمان يعني فينكم ضيفوني طلبات رقابة تلقائيا في مساحة لا نهائية. طبعا شايفين الحيوان مثل اللي قلت لكم مثل تبع الهالوين، طلع اسد. لاحظوا نفس الخيال تماما، يعني اسد اسد، هذا هو اسد باختصار. وينه اوكي، فوق الاسد. فبس مكسونا معكم لنهاية مقطع اليوم، اتمنى يكون عجبكم. فاذا عجبكم سألكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك، وبس باي.